السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول ازاي نعمل الرافت بالشكل دوت بحيث يكون في هنا سمك وهنا سمك مختلف، فالسلوب اللي بينهم هتعمل لي ازاي؟ طيب خلينا نقول له احنا عايزين نرسم فلور، وهقول له الفلور اهوت ده السمك بتاعه 150، وتعالى نرسم واحد تاني. بالشكل دوت ولو انت رحت للسيكشن او للثري دي هتشوفها بالشكل دوت. طيب الجزء ده بقى ممكن اعمله ايه؟ ممكن اجي هنا في الفلور واقول له ان انا عايز اعمل سلاب اتش. سلاب اتش في شكل اللي موجود جاهز، بروفايل موجود ماشي، البروفايل ده موجود بالشكل ده. خلينا نعمله ده بالشكل اللي احنا عايزينه، بس هنعمل احنا الشكل اللي احنا عايزينه. نشوفه مع بعض ازاي تقدر تعمل السلاب اتش. تمام، مجرد ان انت تعمل سيلكت مثلا على اي جزء، بالشكل دوت هيبدأ يعمل لك الشكل ده. طيب احنا ممكن بقى نعمل احنا البروفايل دوت، فاقول له فايل نيو فاميلي، نحتاج ان انا اديله بروفايل. في بروفايل اهوت ممكن تختار اي واحد فيهم، احنا نختار البروفايل العادي، ده خاص بالريفيل، ده خاص بالريل وهكذا. طيب هقول له اوبن، المفروض البروفايل بتاعي هيبقى على شكل مثلث. دلوقتي هاجي اقول له ان انا عايز ارسم لاين، احنا قلنا الحتة دي 150، ودي بقى شوف بقى انت عايز ترسمها بقد ايه. وبعد كده هقول له لود انتو بروجكت اند كلوز، بيقول عايز في المعلومات الفاميلي وان، اقول له لا. هجيبها في 3D واخليها وير فريم، واجي هنا على الفلور واقول له فلور سلاب ايدج، واجي هنا ايديت تايب، واعمل دوبليكيت، والبروفايل هقول له انا عايز فاميلي وان، اوكي، واختار الحتة ديت، فهو يبدأ يكملها لي. فلما نرجع للفيو العادي تظهر معايا بالشكل دوت.